هندي كان معايا طماطم مشوية، قشرتها دخلتها الكبة اتعصرت، صفيتها كويس قوي. بصوا بتكون بالمنظر ده، بتكون طبقتها كأنها بيوري كده. أنا شويتها، فأنا عملت التسبيك في الفرن. بنشويها ازاي؟ بنقلب الطماطم في معلقة زيت زيتون مع رشة ملح وفلفل مع رشة بسيطة قوي من الزعتر عشان نديها الطعم الإيطالي ده، ونحط مع الشوي بتاعنا واحد بصلة وواحد طماطم، بس حاجة بسيطة، ثمرة واحدة بس، وندخلهم نعصرهم في الكبة معاها، تدي الطعم الإيطالي المدخن من غير ما نقعد نسبك. بننزل بيها على طول بعد ما نخلص تسوية اللحمة، بننزل بيها على طول على اللحمة زي ما انتوا شايفين، بتروح ماسكة فيها على طول، ما بتدينيش وقت بقى أقعد أسبك وتفضل لونها فاتح الباستا بتاعتي. عندي دلوقتي بقى اخد جزء من الباستا واقلبه مع الصوص بتاعي،